أصدقائي الأعزاء، رغم أنه لم يمضي من 2021 إلا بضعة أشهر قليلة، إلا أنني قررت أن أضع هذه السلسلة التي ستستمتعون بها بكل أدوار 21 يلعبها أبطال العالم في مختلف اللقاءات، وسأغطي لكم أحدث المسابقات وأختار منها أفضل الأدوار التي تحتوي على الجديد والمثير في عالم الشطرنج. أرجو أن تنال رضاءكم. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج اليوم، بعد فوز براجا بلقب جراند ماستر وعمره 12 سنة أصبح حديث الجميع، وهذا الإنجاز تم استثماره في دعوة للقاء من 4 أدوار بالشطرنج السريع مع الجراند ماستر الأمريكي ويسلي سو، وكان الفارق في التصنيف أكثر من 150 نقطة في الشطرنج التقليدي وأكثر من 1000 نقطة في الشطرنج السريع. والدور اللي هنشاهده في هذا الفيديو هو الدور الأول بينهما في هذه المباراة. يا ترى ما الذي فعله براجا؟ هيا نتابع ونرى. سو بالأبيض ولعب D4 ورد براجا نايت F6، وهنا عادة الأبيض بيلعب C4، لكن سو كمل نايت C3، ودي نقلة غريبة ليخرج براجا عن المحفوظ. D5 بيشوب F4 بيشوب F5 نايت B5، طالب ياخد على المربع C7 بشوكة للملك والرخ، وبراجا دافع بنايت A6 E3 E6 C4 بيشوب E7. الاسود طالب يبيت، وهنا يستطيع لعب النايت B4 طالب النايت C2 بشوكة للملك والرخ، ولذلك A3 بيمنع المربع كسل C5. سو بيفوز بمساحة في جناح الوزير لكن بيهمل تعبئة القطع. على اي حال ده مسموح به في الشطرنج السريع. نايت E8 طالب يلعب C6 ويطرد الحصان B4 C6 طالب الحصان والحصان تراجع، ودلوقتي حصان الـ A6 أنهى مهمته ولذلك تراجع للـ B8، وده منظر غريب للحصانين. وسو كمل هجومه بG4 وبتمدد أيضا في جناح الملك بيشوب G6 نايت F3. سو بيحاول يلعب الـ H4 والـ H5 والفيل في المصيدة، ولذلك براجا لعب نايت F6 بيطلب G4 وبيمنع مؤقتا الـ H4 نايت E5. سو بيحمي البيضة وبتهيأ للعب الـ H4 والـ H5 نايت D6 طالب تكسير الحصان، وفي نفس الوقت بيمنع الـ H4 بالفيل والوزير، وسو أخذ الفيل. وهنا عادة الأسود بياخد في اتجاه الوسط، لكن براجا أخذ ببيضة الـ F، يبدو ان من اجل فتح العمود F بيشوب G3 سو مصمم على لعب الـ H4 او ربما الـ F4 والـ F5، وبراجا منعه بالـ G5 بيشوب D3 طالب يلعب الـ E4 ويفتح الدور، وبراجا منعه ايضا ببيشوب F6. لو لعب الـ E4 بيدا الـ D4 بدون حماية، واخيرا سو لعب H4 بيفتح العمود على حساب تضحية بيضة، وبعد GH4 بيشوب D6 طالب الرخ. دلوقتي لو الأسود حاول ينقذ الرخ برك F7 الأبيض هيلعب فورا G5 وبيضحي ببيضة آخر، وبعد بيشوب G5 كوين G4 الوزير تحرر وعلى نفس العمود مع الملك، وبيهدد بأخذ بيضة الـ E6 ودور الأبيض أفضل رغم تخلفه ببدائين. فمثلا بيهدد الكينج E2 ثم يزوج الرخين على جناح الملك
والأبيض له مبادرة هجومية قوية. على أي حال براجا ما لعبش الروك اف 7 ولكن ترك الرخ ولعب اي 5 بيفتح الدور على حساب خسارة مادة، وسو أيضا بيترك الرخ وبيلعب جي 5. كلا اللاعبين بيحاول يفتح الدور وياخد المبادرة الهجومية، وبراجا قبل التضحية. وهنا الأبيض لعب كوين اتش 5. سو كان لديه نقلة أخرى لا تقل أهمية، بدلا من الكوين اتش 5 يستطيع الأخذ على المربع اي 5، ومرة أخرى الرخ لا يستطيع الابتعاد. فمثلا لو ذهب للمربع اف 7 هيكمل باي 6 بشوكة لقطعتين، بينما لو ذهب للمربع اي 8 هنا يستطيع الأبيض لعب الكوين اتش 5 طالب ياخد على المربع اتش 7 بتشيك، والدفاع الوحيد هو البيشوب اتش 6. وهنا الأبيض هيكمل في هجومه بروك جي 1 طالب ياخد الفيل والبيضق مربوط، والأبيض له هجوم قوي على حساب تخلفه ببيضق. على أي حال سو ما أخدش على المربع اي 5 إنما كمل بالنقلة القوية كوين اتش 5 طالب المات المعروفة ببيشوب اتش 7 تشيك، والنقلة الوحيدة هي كينج اتش 8. وهنا بيشوب اتش 6 بيكشف كش للملك، كينج جي 8 كوين اتش 7 تشيك ميت، ولذلك الاسود دافع باي 4 بيغلق الوتر. لكن سو مصمم على الهجوم وبيضحي بالحصان، وبعد الاخذ لعب بيشوب سي 4 تشيك، كينج اتش 8 بيشوب اف 8. بالطبع الوزير لا يستطيع الاخذ والا هيترك الفيل معلق، واذا اخذ فورا بالحصان الابيض هيكمل بكوين اف 7 طالب المات وطالب بيدا البي 7، ودور الابيض هجومي قوي. ولذلك براجع اولا لعب الجي 6 والوزير تراجع طالب بيدا الاي 4، وهنا براجا أخذ الفيل والوزير أخذ البيدق، وأصبح الموقف رخ أمام حصانين. ولذلك براجا لعب كوين اي 7 طالب التكسير، وسو لم يمانع والأسود أخذ بالفيل، والأبيض كمل كينج اي 2 جي 5 روك بي 1 طالب البي 5 اي 6 بيمنع النقلة دي 5. سو بيحاول يفتح الدور بأي طريقة مستغلا خمول الحصان والرخ الأسود، دي سي 5 بيشوب سي 5 طالب بيدق البي 7 نايت سي 6 روك دي 1 روك بي 8 بيشوب اي 4 كينج جي 6 بي 5 طالب الحصان اي بي 5 روك بي 5 طالب ياخد الحصان والبيدق مربوط على الرخ، ولذلك الحصان تراجع طالب الرخ والأبيض فاز ببيدق، وتم تكسير الرخين والأسود فاز ببيدق أيضا طالب بيدق الـ A3 A4 كينج F6 بيشوب E4 H6 روك D5 طالب الفيل نايت E6 بيحمي الفيل روك F5 تشيك كينج E7 بيشوب D5 طالب ياخد الحصان الحامي الوحيد للفيل، ولذلك الفيل تراجع. وهنا لو نظرنا للموقف هجوم سو لم يسفر عن شيء، ودخل نهاية دور صعبة للغاية رخ أمام حصانين وبيادق متساوية. والتقييم النهائي للموقف الأسود بيلعب من أجل الفوز والأبيض بيلعب من أجل التعادل A5، وبراجا بدأ يميل الكفة بإتش 3 بدأ الإتش أصبح سلاح فعال في يد الأسود كينج إف 3 إتش 5 طالب يلعب الجي 4 والبيادق متجهة لمربع الترقية بيشوب إي 6 جي 4 تشيك كينج إي 4 كينج إي 6 وبيادق الأسود متكتلة للذهاب لمربع الترقية، ودور الأبيض أصبح حرج للغاية رغم أنه فاز ببيدق، لكن براجا لعب اتش 2 ومن هنا الرخ أصبح أسير للعمود اتش، وسو كمل روك اتش 6 تشيك
كينج اي 7 كينج جي 5 طالب الفيل لكن لا يستطيع ان ياخذه والا البيدق هيرقي. على اي حال براجا لعب بيشوب سي 7 اي 6 كينج اف 7 اي 4 طالب يلعب الاي 5 ويحجب حمايه الفيل للبيدق والابيض بياخده. ولكن بعد كينج جي 7 روك اتش 5 كينج جي 6 روك اتش 8 والابيض بيهدد بإي 5 ويفوز ببيدق الاتش. ولذلك براجا لعب كينج اف 8 بيمنع البيدق من التقدم. ولكن بدلا من هذه النقلة كان لجيه نقلة فائزة، يا ترى ايه هي؟ براجا كان لديه النقلة الفائزة بيشوب اف 4 بيهدد ببيشوب اتش 6 ويغلق العمود على الرخ ويرقي في سلام. والابيض ممكن يدافع بروك اتش 4 لكن بعد الكينج جي 5 روك اتش 8 هنا الاسود يستطيع تأكيد الفوز بالجي 3 طالب الاف 2 والابيض لابد ان يأخذ. وهنا الفيل بياخد طالب البيشوب اتش 4 ويرقي والابيض لن يستطيع منعه في كل التفريعات. على اي حال براجا ما لعبش النقلة الفائزة انما لعب النقلة الدفاعية كينج اف 6 بيمنع البيدق من التقدم وسو كمل كينج سي 5. لاحظ ان الملك الابيض ممنوع من الاقتراب من البيدق والاسود اصبح مسيطر على الرقعة لكن عليه ان يجد الخطة المناسبة. وكمل كينج جي 5 طالب الجي 3 والابيض لا يستطيع منعه ولذلك لعب كينج جي 4 ولكن براجا ما لعبش الجي 3 للمره الثانيه وكمل بيشوب جي 6 تشيك كينج جي 5 بيشوب اف 2 فاز ببيدق لكن الابيض تخلص من البيدق القوي ولكن ظهر بيدق اخر جي 3 روك اتش 8. دلوقتي الاسود لو تهور ولعب الجي 2 الابيض ببساطه هيلعب روك جي 8 تشيك والملك لازم يغادر والابيض بيفوز بالبيدق ويستطيع اللعب على الفوز وليس فقط التعادل. على اي حال براجا ما لعبش الجي 2 انما كمل نايت بي 5 روك جي 8 تشيك كينج اف 4 روك اف 8 تشيك كينج اي 3 الاسود بيقترب من الفوز وسو كمل بالاي 5 جي 2 طالب الترقيه روك جي 8 اجباريه كينج اف 3 طالب يلعب البيشوب جي 3 ويرقي. ودلوقتي لو الابيض ضحى الرخ في البيدق الاسود هياخد سعيدا ويفوز ولذلك ليس امامه غير الهجوم المضاد بكينج سي 6 طالب الحصان. وبراجا كمل بالبيشوب جي 3 والابيض لا وقت لديه للفوز بالحصان ولابد ان يسرع في تقديم البيادق جي 1 كوين اي 7 طالب ايضا يرقي. وبراجا كمل نايت سي 7 بيمنع البيدق من الترقيه والوزير منع البيدق الاخر من التقدم وسو لعب يائسا روك جي 3 تشيك كوين جي 3 اي 7 البدائين مستعدين للترقية والحصان لن يستطيع منعهم ولكن الوزير يستطيع ولعب كوين اي 5 وهنا سو سلم لان لا امل في الدور. فلو رقى مثلا لوزير الابيض هياخد بالحصان وهنا لو رقى الوزير اخر هيكون على نفس الوتر مع الملك والاسود هيفوز فورا بكوين اي 4 تشيك ويفوز بالوزير ويفوز بالدور. ولذلك في الموقف ده سو سلم وبراجا خرج منتصرا وفائزا على واحد من السوبر جراند ماستر لأول مرة في حياته. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.